في ظل أزمة اقتصادية حادة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك وفي ظل ارتفاع معدلات الفساد، يعني ذلك أننا نقدم أو لها الحكومة تقدم بنات المغاربة في طبق من ذهب لكل من هب ودب من العالم. اللي بغى يجي يدير شي حاجة في المغاربة يجي حسب هذه الحكومة. اللهم هذا ممكن. مؤخرا واحد مستعرب بجواز سفر إسرائيلي جاء ونشر واحد المجموعة الصور مخجلة، شافوها المغاربة كاملين كيفاش أنه كيضحك على المغربيات، كيقول لهم هذه سوية غير تاكوس. أولا ما عرفتش الرد ديال الحكومة على هاد المصيبة هذه، كيفاش ما شفتها ما هضراش. سيد جاء استغل العلاقات اللي كاينة الآن دابا، جاء وفسد لينا بناتنا وكيقول هادو ساويين غير تاكوس. شنو درتو الحكومة المغربية؟ شنو درتو؟ شنو رأيكم في هذا الشيء؟ وباقي عاد وزير العدل كيقول راه غادي نجرموا العلاقات الرضائية وغادي نجرموا حتى ذاك المسؤول في الفندق اللي غادي يطلب عقد الزواج من اللي غادي يدخلوا للوطيل. إذن هذه صورة مصغرة مما يحاك لهذا الشعب المغربي أنه يولي شعب مهجن. ما معنى مهجن؟ معنى أنهم المفروض على المغاربة أنهم يقبلوا تكون معاهم واحد الفئة من الشعب المغربي ما عرفاش شكون هو با، واحد الفئة ما عرفاش شنا هي مرجعيتها، منين جات، منين خلقات. وهذه الفئة كاينين في بعض الدول في آسيا اللي انتهجت سياسات ديال تحرير الدعارة أو الدعارة كأساس للتنمية، وكنظن اللي كتخنق المغاربة من جميع المجالات الاقتصادية الحيوية والمشروعة بحال اللي كتدفعهم إلى قبول هذا الأمر. وبدأ يخرج لك شي ألوان وشي أطيار، هل الرمادي هل البرتقالي. وبالتالي هذا هو الخطر الذي يهدد تماسك هذه الأمة، خصوصا مع حملات التشجيع التي يقودها وزير العدل لهذا الأمر. هذا ما معنى أن يقول وزير العدل على أنه إلى شي جوج خطاو مع بعضياتهم وخرج منه واحد الولد، هذاك الرجل غادي يتحمل بالنفقة طولة حياته. معناه أنه اللي ما لقاتش شي خدمة ولا كتشتغل في الفساد، يلا زيد اشتغل راه غادي يجيب لك مدخول القار. راه هذا تشجيع مبطن عباد الله، راه الله راه ديري جوج وثلاثة وغيولي عندك مدخول من ثلاثة ديال الرجال، مدخول قار ومستقر، ونزيدك موراها الضمان الاجتماعي يمكن والتأمين على كذا، بلاصة ما يتوجه إلى حلول حقيقية للمرأة المغربية اللي كتعاني خصوصا في القرى والبوادي. وحنا شفنا ما وقع في الزلزال كيفاش هي المرأة المغربية الحقيقية كيفاش تعاني من التهميش والهشاشة وانعدام أفق العمل، بلاص ما نكونوا المرأة المغربية باش تكون قادرة حقيقة على التنافس في المجال الاقتصادي. حنا حتى دوك العيالات اللي كانوا كيبيعوا ويشريوا في دوك الروايح
وفي بعض المواد والمنتجات اللي كتستوردها وتعاود تبيعها جات واحد السيده واحتكرت هذا القطاع وما خلاتش العيالات المغاربه يديروا غير داكشي المعيشه. احتكرت هذا القطاع سداته كانوا كيدخلوا داك 100 درهم في النهار كيستروا بها راسهم ويستروا وليداتهم حيداتها ليهم باش تعرفوا النظره العنصريه لهؤلاء الناس. وبالفعل ما تكون هذا من يخطط هذه الامور يكون منحوس. جانا الجفاف، شفنا الجفاف، شفنا كل شيء، زدت هذا كل شيء كيتساءل، كل شيء كيتساءل. المغاربه يتساءلون شنو درنا باش جانا الزلزال؟ هل هو حادثة طبيعية بوحدها ولا بإذن الخالق؟ سؤال فلسفي هذا. اللي ما كيأمنش أن كاين الله من حقه ما يأمنش أن كاين الله، ما كاينش. من حقه في إطار حنا كناس مؤمنين بحرية التعبير، كاين فئة ما كتقول أن ما كاينش الله، هذه صدفة، زلزال جاء عن طريق الصدفة. له ذلك. كاين فئة أخرى كتقول هذا مذكور في القرآن وهذا يمكن جاء بإذن الله، بإذن من الله، لأن لا شيء يتحرك في هذا الكون بدون إذن من الله وبدون أمر من الله. هذه فئة كذلك، ولكن هناك نقاش مجتمعي صامت كيطرح التساؤلات بين غير المؤمنين والمؤمنين. والنقاشات يعني أنا ما كتجينيش أنني إلا سمعت لشي فئة أنني نستنكر، لا لا لا، اللي قال شي حاجة راه يعللها فقط، يعطيها تعليل منطقي ونشوفوها ونطرحوها في الساحة. هذه هي أهمية حرية الرأي وحرية التعبير.